بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا اليوم إن شاء الله هي محاضرة تقريبا تتعلق بالجزء العملي والاستفادة من الأنزيمات في الصناعات الغذائية أو في التكنولوجيا الغذائية. اليوم إن شاء الله هنحكي على الأسبرجينيز، أنزيم الأسبرجينيز، an enzyme for acrylamide reduction in food product. كيف بنستخدم الأنزيمات في التقليل من المشكلة الحاصلة في بعض المنتجات الغذائية اللي هي مادة الأكريلاميد. هنتعرف إيش هي مادة الأكريلاميد إن شاء الله، هنحكي على الإنزيم وتأثيره على المادة أو على تقليل مادة الأكريلاميد. ففي سنة 2002 اكتشفوا إنه كمية كبيرة من الأكريلاميد are found in common carbohydrate rich foods، في المواد الغذائية اللي فيها مواد كربوهيدراتية عالية. food prepared by baking and frying، اللي بنستخدمها أو بننتجها بواسطة الخبز أو بواسطة التسخين. acrylamide is classified as probably carcinogenic to human، يعني اكتشفوا إنه مادة الأكريلاميد لها علاقة أو ربما، إحنا بنحكي مش أكيد إنها بتسبب الكانسر، ولكن هي تعتبر مادة من المواد المسببة للكانسر للإنسان. يعني لازم نفهم إنه المادة هذه هي كارسينوجينيك، ولكن مش بالضرورة كل إنسان بتناول الأكريلاميد هو يصاب بالسرطان فورا، ولكن هي مشكلة في الصحة العالمية. اكتشفوا إنه هي لها علاقة بإحداث السرطان عند الإنسان. And its occur in food products has therefore caused intensive debate concerning the potential health risk through the dietary exposure. الـ Food and Agriculture Organization FAO والـ WHO Expert Committee for Food Additives اللي هو GCFA has recommended to producer that appropriate effort to be made to reduce concentration of acrylamide. يعني بشكل عام ما دام في لها علاقة بالسرطان أو هي مادة مسرطنة تعتبر، وبالتالي نصحوا المصنعين الأغذية بتقليل من المادة هذه. في الفيجر هذا أو في بتوضح اللي هي كميات الأكريلاميد. وحتى دائما احنا عشان يكون واضح لنا الحكي لازم نفهم ايش هي المكونات. الفيجر هذا انا بحكي على الأكريلاميد، الأكريلاميد بتركيز PPB واللي هي البارت بير مليون مقابل اللي هي البرودكت كاتيجوري زي ما حنيجي نشوف. فلازم نفهم ايش معنات البارت بير مليون، وفي التركيز أو في التركيز الكيميائية اللي إحنا بارت بير مليون أو بارت بير بليون هي تعتبر ماس سوليوت على فوليوم سوليوشن مضروبة في 10^6. البارت بير مليون بليون اللي هي ماس سوليوت على فوليوم سوليوشن مضروبة في 10^9. طبعا الماس اند فوليوم يونت ماست بي ماتش اللي هي حوالي جرام لملي او كيلو جرام للتر. في حالتنا اللي بنحكي عليها هذه الاكريلاميد بارت بير بليون هي عبارة عن مايكرو جرام لكل ايش لكل لتر، وبتاخد الرمز بي 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 اللي هي بارت بير بليون. اما البارت بير مليون فهي ملي جرام على لتر وبتاخذ الرمز بي بي ام. طبعا في بعض الحالات ايضا التراكيز قليله جدا، ممكن نقولها بارت بير تريليون اللي هي نانو جرام على اللتر وبتاخذ الرمز بي بي تي. هذا بتشير التاكيد للتعريفات البسيطه. فاحنا بنشوف المواد الغذائيه، المنتجات الغذائيه المتعدده زي البطاطا المقليه اللي بنسميها فرنش فرايرز أو بطاطا شيبس أو البسكوت أو الجينجر بريد كريسبي بريد
الخبز المنشف أو المقرمش أو الكورن فليكس أو حتى القهوة، كلها محتوية على أكريلاميد بنسب مختلفة. فأكثر مادتين إحنا بنشوف فيهن الأكريلاميد موجود بكميات كبيرة هي زي ما إحنا شايفين هي البطاطا، الشيبس البطاطا، لأنها بتنقلها في الزيت، فبالتالي إحنا هنشوف الأسباب اللي فيها. طبعا الأرقام هذه زي ما حكيت كمان مرة هي أكريلاميد كونسنتريشن باي بارت بير بليون. طبعا هذه البارز اللي انتو شايفينها اللي هي طبعا في الإحصائية زائد أو ناقص، يعني هذا الرقم القريب ل200 في معناته زائد أو ناقص كمان 100 أو 200 في بالنسبة، يعني البطاطا هذه اللي بحكي عليها اللي هي حوالي فيها أكريلاميد الفرنش فايرز هي فيها أكريلاميد قريب ل200 زائد أو ناقص 100 فيها، وبالتالي اللي أكثر منتج غذائي موجود فيه الأكريلاميد هي مادة البطاطا شيبس. طيب عشان نعرف الأكريلاميد، several different research group has established that acrylamide is generated by Millard reactions by between aspartic acid and reducing sugar. فمعناته الأكريلاميد بتكون من تفاعل هذا سموه ميلارد رياكشن، هو بين الحامض الأميني أسبراجين والسكريات اللي هي أغلبها reducing sugar. والأسبراجين contributed the backbone of acrylamide found. إيش هو الأكريلاميد رياكشن؟ الأكريلاميد شايف الرياكشن اللي أنتم شايفينه، أنا في عندي اللي هي الشوجر اللي هو وفر لي الأكريل كاربونيل سورس، وفي عندي الحامض الأميني الأسبراجين في تفاعلات بتخرج منها أو تخرج منها ثاني أكسيد الكربون، في النهاية بتكون اللي هو الأكريلاميد. الأكريلاميد هو أساسا مشابه للحامض الأميني الأسبراجين، فالباك بوند للأكريلاميد هو مصدره الأسبراجين مش اللي هو الكربوهيدرات. نرجع تاني مرة للميلارد رياكشن. ميلارد رياكشن هو known as non-enzymatic browning reaction، ما بحتاجش أنزيمات زي ما أنتم ملاحظين في الأنزيمات، أنا في شيء أنزيمات تكون مكونات الأكريلاميد حتى يتكون. typically occur at temperature above 100 degree centigrade and are responsible for significant color and flavor. إحنا بنشوف طعم زاكي أو طعم حلو للبطاطا المقلية أو نشتيها لأنه فيها تكون الأكريلاميد بنوع أو بآخر. كمان اللون الذهبي أو اللون البني الذهبي للبطاطا المقلية والمنتجات اللي فيها مواد اللي هي الكربوهيدرات مع الأحماض الأمينية هي كمان مصدرها اللي هو الأكريلاميد. developed and fried and baked starchy product. كمان الأكريلاميد رياكشن زي ما حكينا هو non enzymatic complex set reaction between amide usually from protein and carbonyl compound generally from sugar. The consequences formation many products most rich with have some impact on flavor اللي هي الطعم and appearance of colored food. لكن بشكل عام الإفكت للأكريلاميد رياكشن فيه له إفكت مرغوب desirable اللي هو الكرم، بدينا لون حلو للمنتجات الغذائية بريد كراست سيرب ميت. الفليفر بدينا للكافي والكوكا ميت اللي هي الأنتي أوكسيدنت، كمان هذه كلها هي مناسبة أو مرغوبة بالنسبة للتفاعل الأكريلاميد. لكن الغير مرغوب في الأكريلاميد رياكشن هو الكلر change in color during storage، أثناء التخزين بتغير اللون أيضا. flavor change during processing and storage. natural loss essentially amino acid في فقدان الأحماض الأمينية. الفيتامين سي أيضا وبالتالي اند اللي هي اللي بيفقد قيمة اللي هي الأحماض اللي هي الفيتامينات زي فيتامين سي. ممكن يكون المادة هذه لو كثرت أو تناولها الإنسان بكميات كبيرة جدا
هي التوكسيسيتي، ممكن يؤدي للسمو التسمم، او الميثوجينيسيتي اللي هي مسبب الكارسينوجينيك رياكشن، براونينج رياكشن. احنا بشكل عام لو قلينا البطاطا اللي لونها تقريبا على صفار تاخذ اللون البني. ليش؟ لانه يحدث فيها عدة، مثلا بدت فيها عدة تفاعلات، او ربما واحدة من التفاعلات هذه اللي هي الميلرد براونينج. الميلرد براونينج اللي هي ريديوسينج شوجر بس امين، يدينا براون بيجمنت ويدينا اللون البني ويدينا الطعم. كمان عملية الكارملايزيشن بيدينا الشوجر في هاي تمبريتشر، بيدينا لون بني، واللي بدينا اللون بدينا الطعام. صحيح، انزيماتيك براونينج بواسطة الفينوليك، فينوليك بواسطة انزيم البولي فينول اوكسيديز بيدينا اللون البني اللي هو الطعم المحدد. كمان مرة، طب احنا كيف بدنا نتعالج إذا المادة هذه اللي احنا حكينا عليها اللي هي مادة الأكريلامايد مادة ربما تسبب الكانسر، فبدنا نقللها. لو جينا كمان مرة للعملية تكوين الأكريلامايد، احنا بنلاحظ انه لو احنا نزعنا الماء مش حيتكون الأكريلامايد، لكن هذا غير معقول احنا ننزع الماء في تفاعلات او في تحضير منتجات غذائية. لو احنا بدنا نخفف من السكريات، طبعا المواد السكرية هذه المنتجات اللي فيها سكر في معدلنا كمية كبيرة، ما بنقدرش ننزع السكر هذا حتى ما يتكونش الأكريلامايد. الفكرة من وين؟ اجت الفكرة من الأسبراجين. الأسبراجين احنا إذا قدرنا نخلص المركب من الأسبراجين، معناته احنا مش هنكون ايش اللي هو الأكريلامايد، أو الأكريلامايد مش هيقدر يتكون. هنا اجت فكرة استخدام الأسبراجين. أسبراجينيز has been tested in laboratory model in variety cereal food and potato based food product. The result acrylamide reduction have ranged from 50 to 80. 80 اللي هي suggesting that asparagines could potentially be used to make a broad impact in dietary acrylamide exposure. يعني بمعنى صح، استخدامنا للأسبرجينيز هو واحد من الحلول العملية لتقليل كمية الأكريلامايد في المواد الغذائية والمنتجات الغذائية. طب تعرف إيش هو الأسبرجينيز في الأول؟ الأسبرجينيز هو إنزيم الأسبرجين أميدو هيدراتيزيز اللي هو EC3511، وإحنا نعرف الأرقام هذه في تصنيفات الانزيمات. هيدرو كاتالايز ذا هيدروليسيس اوف اميد جروب اوف ذا سايد تشين اوف اسبرجين تو برودوس اسبارتيك اسيد اند امونيا. زي ما احنا شايفين في التفاعل هذا، في عندي الاسبرجين بواسطة انزيم الاسبرجينيز في وجود الماء اداني اسبارتيك اسيد. ليش؟ لانه انفقدت مجموعة الأمين اللي كانت، أنا لأنه الأسبرجين هو حامض أميني بيسك أمينو أسيد في مجموعة الأمين، ففقدها دانيها على شكل إيش؟ على شكل أمونيا، وتغير الأسبارتيك للأسبارتيك أسيد. لو بدي أرجع كمان مرة للتفاعل هذا، هو مش أسبرجين، هو إيش؟ أسبارتيك أسيد اختلف، وبالتالي لا يتكون الأكريلامايد. الأسبرجيز are broadly distributed among living organisms including animal, plant and microbes. طبعا الأسبرجينيز موجود في الكائنات هذه كلياتها. طيب أنا عشان لما حكيت من البداية إنه الأسبرجين هو الأكريلامايد، سوري، الأكريلامايد هو له تراكيز مختلفة في المواد الغذائية. كيف أنا بقيسه الأكريلامايد؟ بقيسه بعدة طرق، بستخدم أجهزة دقيقة لأكل الأكريلامايد، لأن أنا بحكي على تركيز بكميات البارت بير بليون، وبالتالي بده أجهزة دقيقة لفحصها. من الأجهزة الدقيقة هذه هو الماس سبكتروسكوبي الأم أس، أو الليكويد كروماتوغرافي الـ LC-MSS، أو اللي هو الجاز كروماتوغرافي. الأجهزة هذه طبعا أجهزة كبيرة وغالية، وبالتالي بتعتمد على طريقة معينة في قياس الأكريلامايد. الأكريلامايد لو أنا بدي أحكي عليه بشكل عام بواسطة الماس سبكتروسكوبي،
الماس اكسبستر وي انكلود از فابورايزد اند ايونايزد باي بومباردمنت ويز ا بين اوف هاي انرجي الكترون. يعني بمعنى صح، باخذ عينه من المنتج الغذائي او الماده اللي بدي افحصها كميه صغيره جدا، وبحطها في الجهاز، والجهاز هذا بيقذفها بواسطه شعاع من اللي هو شعاع عالي درجات الطاقه، وبالتالي بينتج لي اللي هي المواد هذه، بيسوي للمادة الموليكيل بتحول لأنستيبل راديكال كاتيون عامل شحنات موجبة، وبالتالي بتكون الراديكال مع الكاتيون بيديني ديزي فراجمنت ار ان اس، وبالتالي بيكون الجهاز. وبالتالي هذه معاملة معقدة جدا في الأجهزة، واسطة اني احللها واعرف كميات الاكريلامايد اللي موجودة في المواد الغذائية. الابلكيشن اللي بيهمنا اكثر اللي هو ايش، الابلكيشن لتطبيقات اللي نستخدم فيها الاسبراجينيز لتقليل من كميات الاكريلامايد اللي موجوده في المواد الغذائيه. The range of food product which acrylamide formation might be remediated by asparaginase treatment variety great on food اللي هو اللي great from dough based product اللي هي الدو العجنات أو المنتج العجنة اللي فيها العجينة اللي بتستخدم في تصنيع مثلا زي البسكوتس كريبس بريد كراكس اللي هي المقرمشات السيريال الحبوب بوتاتو بيست سناكس impact vegetable or cereal products such as French fries sliced potato chips breakfast cereals and coffee. كل هذه المواد اللي هي تستخدم فيها الأسبرجينيز، وحنشوفها إن شاء الله وكيف الأسبرجينيز بيأثر على تركيز اللي هو الأكريلامايد فيها. The rate of enzymatic hydrolysis of asparagine is dependent upon physical process parameters such as التفاعل اللي حيحدث فيه بواسطة الأسبرجينيز بيعتمد على الحرارة، وبيعتمد أيضا حرارة ال pH water activity كمية الماء الموجودة فيها، وكمان أيضا على التايم. وهذه التفاعلات الأنزيمية هذه طبعا أشياء أساسية فيها، إنها بتحتاج لحرارة، بتحتاج لماء، بتحتاج ل pH، وبتحتاج لدرجة، بتحتاج للوقت حتى تؤدي عملها. In addition, a content precursor for free asparaginase reduces variety greatly in an affected food product which will influence acrylamide formation and means that the reaction limiting factor differ from product to product. يعني بالنسبة لا يطبق على منتج غذائي واحد، بالنسبة لاستخدامات الأسبرجينيز لا يطبق بالضرورة على منتج آخر. لو احنا بدنا نبدأ ناخذ اللي هي application testing in cereal food product اللي هي زي مثلا السيمي سويت بسكوت اللي هي تقريبا البسكوت اللي تقريبا حلاوته خفيفة، وبالتالي احنا لو اجي اخذنا عملنا التجربة هذه، وزي ما انت شايفين في الفيجر هذا رقم 4-3، في عنا على الواي اكسس في عنا اللي هي الاكريلاميد بار بير بليون، وفي عنا هان اللي هو ايش هي على السي اللي هي في عنا كميات الأسبرجينيز يونت. الأسبرجينيز يونت اختصارا لها ASN يو للكيلوغرام فلاور، اللي هي استخدامنا من البداية كميات الطحين اللي استخدمناها في فحصنا أو في فحوصاتنا اللي هي بالدرجة الأولى اللي الطحين. احنا الطحين خلطنا معنا كميات من الأسبرجينيز تعادل اليونت هذه من 105 إلى 210 إلى 525 أو حتى لألف وخمسين، وشفنا ايش النتائج. بس النتائج هذه في كميات اللي هي اللي الوقت ايضا، لانه احنا بنحكي على اللي هي اللي الوقت اللي تركنا فيه اللي هي الاسبرجينيز يتفاعل مع الطحين لمدة 15 دقيقة ولا 30 دقيقة، وهذا ضروري جدا نعرفه. فأنا بشكل عام بلاحظ من الفيجرز اللي موجود هنا، المنحنيات هذه أو الهيستوغرامز هذه كلياتها، بلاقي في انخفاض في كميات الأكريلاميد. لاحظين كل هياته، هذا هو الكنترول. يعني الكنترول يعني أنا عملت كل شيء ما عدا إني أضفت الأسبراجينيز اللي هي مادة الإنزيم الأسبراجينيز، وبالتالي أدتني النتائج هذه.
في حالة 30 دقيقة كان الأكريلاميد مثلا حوالي بين 450 بار بير بليون، اللي 15 دقيقة وصل لحوالي أقل من 400. وبالتالي أنا بشوف إيش اللي الأشياء. فأنا لما استعملت الإنزيم 105 210 525 لألف، فلاحظت إنه النتائج كلها هياتها كمية الأسبر الأكريلاميد، شوفوا قديش قلت من 450 لحوالي أقل من إيش، أقل من 50، يعني كمية كبيرة جدا استهلكت، أو كمية كبيرة تخلصنا منها من الأكريلاميد. كمان حتى لو كان حتى على 15 دقيقة، يكون كمية الأكريلاميد حوالي تقريبا 50. وبالتالي في نتائج واضحة أن استخدام الأسبراجينيز بيؤدي إلى تقليل من كميات الأكريلاميد بنسبة حوالي قديش، حوالي 90%. يعني بمعنى أصح، لو كانت الوقت على في الحالة هذه كان في عندي 20% أكريلاميد بس، لكن لما استعملت الإنزيمات بكميات أكبر كانت في كميات أكبر من التقليل من كميات الأكريلاميد. طبعا كمان مرة احنا بنحكي على درجة حرارة اللي هو ايش، 40 درجة مئوية، وهذه الصورة بتوضح اللي هو تأثير استخدام الأسبرجينيز على اللي هو اللون. حتى طبعا للأسف الصورة ما كانت واضحة أبيض وأسود، لأنه ما في شيء، كان شفنا كيف اللون تغير مع تغيير الأسبرجينيز. طيب، في تجربة أخرى combination of asparaginase and neutral protease، وهذا البروتياز أخذوا نيوتريز اللي هو طبعا ماركة تجارية أخذت الاسم هذا، ولكن إحنا عملنا تجربة أخرى شفنا اللي هو تأثير الأسبرجينيز. أنتم عارفين إحنا بنستعمل مادة في القياسات اللي هي الطحين، وبالتالي الطحين هذا اللي جاي من مصادر النباتية، طبعا في موجود أيضا اللي هو مادة البروتين. طبعا كانت الفكرة انه احنا اذا بنستخدم الاسبراجينيز للامين للاحماض الامين الاسبراجين، طب ربما يكون ايضا التأثير هذا ناتج عن احماض امينية اخرى، فاستخدمنا ايش او حد هضم البروتينات، فلاحظنا انه لو استخدمنا البروتييز لوحده ندينا كمية هاي الأكريلاميد اللي بنقدر نقيسها، لكن لو استخدمنا الأكريلاميد اللي استخدمنا الإنزيم الأسبراجينيز مع إنزيم آخر اسمه البروتييز. البروتييز يعني هو هاضم للبروتينات، يعني هو بيهضم البروتينات وبيهضم الأحماض الأمينة. فالأسبراجينيز متخصص للأسبراجين، لكن البروتييز متخصص ليش، هو غالبا له أكتر من اللي هو بروتين. وبالتالي كانت النتائج كمان مذهلة أيضا في تقليل من كميات الأكريلاميد، كان في تقليل جدا، ولاحظوا اللي هو حوالي الريدكشن كان حوالي لأكثر من إيش، من 80% أنت بتحكي على حوالي 30 لمدة إيش، لحوالي أكثر من اللي هو 150. فكانت كمية التقليل للكميات هذه اللي هو حوالي أكثر التقليل من الأكريلاميد بنسبة حوالي 80%. طبعا أيضا كمان من التطبيقات يطبق الكلام هذا أيضا على اللي هو مادة المنتج الغذائي ريبتيلز ستيلز، اللي هي القسماط أو الكعك المملح الجاف، أسبرجينيز كولد إكسترودد بريتلز، اللي هي واز تيستد أفتر إكسبوجر Fritters with were passed through cooker with one sodium hydroxide before final baking. طبعا في نستخدم مواد أيضا زي 1% اللي هو صوديوم هيدروكسيد، وبالتالي أيضا كانت في عندي نتائج في استخدامنا للكعك المملح والقسماط اللي هي زي ما انتم شايفين. وده فكانت عندي في الكنترول أيضا في عندي نسبة أو كمية الأكريلاميد حوالي من 200 ل 220 تقريبا، قلت باستخدام الانزيم في اللي هو في وضعه على العجنة اللي بحضر منها البصمات، وبالتالي كان في عندي ريدكشن في الحالة هذه اللي هو حوالي ريدكشن مور ذان 80% اللي هي ات 500
ASN unit اللي هو كمية الأسبرين لكل كيلو واحد من الفلاور، كل كيلو واحد من الثين. هذا بالنسبة للفيجر، هذا بحب أوضح أنا. The Brittles produce a 3D baking system enzyme dose من 520 ل 2000. فلاحظوا هنا أنا استعملت كميات من الأنزيمات، وحدات الأنزيمات، فأنا ما استعملتش ولا في، لأنه هذا الكنترول صفر يعني كنترول، ما استخدمتش إنزيم. لكن لما أستخدم الإنزيم بلاقي بوجد إنه في كمية واضحة من تقليل كميات الأكريلاميد. بس لكن هنا لازم ننتبه كمان شغلة ضروري جدا نعرفها، يعني أنا لما استعملت 500 وحدة من الإنزيم الأسبراجينيز أدتني النتائج المذهلة هذه، كمية تقليل كمية كبيرة من الأكريلاميد. لما استخدمت 1000 كانت أيضا في تقليل ولكن تقريبا مساوي للـ500، ولما استعملت 2000 برضو كانت الكمية إيش تقليل نفس الكمية. وبالتالي هنا بتجينا المعرفة إنه أنا أحدد كمية الأسبرجينيز الضرورية لعملية التقليل. ليش أستخدم 2000؟ فأنا تقريبا بـ1000 تقريبا بـ500 بأدي الغرض من إيش من أبو الـ2000. فهذه طبعا من ناحية تجارية ومن ناحية مصرفية، أنا بقلل الأكريلامايد بالنسبة هذه بواسطة الخمسية، وفيش داعي أن أستعمل 1000 أو أستعمل 2000 يونت من كل الإنزيم لكل وحدة لكل كيلوغرام. هيك إحنا بنكون خلصنا الوحدة الأولى إن شاء الله، الجزء الأول من الأسبرجينيز، وإن شاء الله كمان وقت أنا إن شاء الله بأدي الجزء الثاني من الأسبرجينيز as an enzyme for acrylamide reduction in food products.